الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار البحر كالأعلام
يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما متاع الحياة الدنيا وما عند الله خير للذين آمنوا وعلى ربهم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين
أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل صدق الله العظيم.